شيخ الكريمة أمة الله من الكويت تقول أن زوجها قد سبقهم إلى إحدى الدول، ثم بعد ذلك ستلتحق الأم مع البنت بالطائرة ويكون هو في استقبالهم، فما حكم سفرهما أحسن الله إليكم؟ مسألة سفر المرأة اليوم اختلفت عن يعني سفرها في السابق. أما السابق فعامة العلماء وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة السفر بلا محرم، وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضح الصريح الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وذلك لأن السفر كان في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان السفر خروج المرأة إلى خارج البلد وسفرها وفي في يعني يعتبر يعني في شيء من اللي ربما يتعرض لها أي مشكلة، لأنها ستخرج إلى الصحراء أو في بعض الجبال والأودية وغيرها مما قد يسبب لها مشكلة، ما معها ألا يعني إذا لم يكن معها محرم أو رجل قد تتعرض لبعض الأشياء المشكلة. اليوم اختلفت وسائل السفر والتنقل عند الناس، واختلفت أنظار الفقهاء أيضا حيال هذا الأمر، فقالوا إن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث هو أمن المرأة، فإذا كانت المرأة آمنة في سفرها فإنه يجوز لها أن تسافر إذا تحقق وجود الأمن عليها ولا يخشى عليها من شيء، لأن القصد الشرعي القصد يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والقصد الشرعي من منع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم هو المحافظة عليها، فإذا كانت المحافظة عليها تامة ولا يمكن أن يتعرض لها أي أذى، يعني ستخرج من بيتها إلى المطار ومن المطار يعني في 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 وضوح الأمر وجود الأمن وجود الأمن التام ستركب الطائرة أو الوسيلة التي ستركب فيها، وفي الطائرة أيضا أمن تام ولا يمكن أن يتعرض لها شيء في كل الطائرات، ثم ستنزل ويستقبلها زوجها أو ستصل إلى مكان آمن في يعني ظل وجود الأمن التام على المرأة. قال جماعة من الفقهاء المعاصرين إنه يجوز السفر للمرأة، وهذا الذي يسع الناس اليوم، لأن الناس اليوم يحتاجون إلى مثل هذا، وهذا مما تعم به البلوى أيضا، لأن كثير من الناس يبعث بأهله أو لا يستطيع أن يذهب معهم أو يحصل ظروف للعائلة أو نحو ذلك، فيحتاج الناس إلى مثل ذلك. لكن يتنبه إلى أن الناس لا يتوسعون بهذا، يعني ربما أن بعض البنات اليوم أو بعض النساء تسافر هي ومجموعة من النساء تقول ثم تذهب، قد تتعرض للأذى، قد تتعرض للمضايقات، قد يأتيها مشكلة في ليس في وسيلة السفر وإنما في وجودها في المكان الآخر، وهذا يعني قد يتخلف فيه شرط المحافظة عليها والأمن، وقد يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لأنها في مثل هذه الحال لا تأمن على نفسها. أما إذا كان الأمن تاما ولا تخشى شيئا ولا يتعرض لها فتنة ولا شيء، فالأقرب والله أعلم للصواب، والذي يسع الناس وفي توسعة على الناس وفي رفع للحرج عنهم. حتى الآن اليوم بعض النساء تسافر لوحدها بسيارتها، يعني ستخرج من مدينة إلى مدينة بسيارتها لوحدها وهي آمنة والطريق آمنة ولا تخشى شيئا، فإذا كان الوضع بهذه الصور وبهذه الطريقة فالذي يظهر لي والله أعلم جواز ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم.